في رحلة إلى تونس مع المنتخب السعودي. كان بجانبي في الكرسي أبو نايف. من هو أبو نايف يا جماعة؟ هذا رجل مدمن شاي، يعشق الشاي، كل نص ساعة أو كل نصف ساعة لابد يطلب شاي، لكن هو الآن يخطط كيف يطلب باستمرار شاي. يبغى حيلة، يبغى يحتال. ففجأة أنا ما كنت أعرف طبعا، التفت علي ونادى المضيف، قال أخوي تفضل. المضيف تونسي الله يذكره بالخير، قال للمضيف هذا يأشر علي أنا، هذا يقول إنه في الطيران السعودي ما يأخذ الراكب إلا كاس شاي واحد. كيف يا أخوي؟ قال المضيف التونسي بكل رحابة وبكل ابتسامة، لا أخوي بالعكس، طلب شاي على كيفك، إحنا كرمة. قال له بس تمام التمام. طبعا هو سجل عليها المعلومة. شوي نص ساعة يطلب شاي، نص ساعة. طبعا الرحلة إلى تونس تقريبا 6 ساعات، الرياض جدة تونس، وكل شيء يطلب شاي، كل شيء يطلب شاي. طبعا المضيف بينه وبينك خلاص تضجر وطفش من الرجال. قال أخويا أستاذ، أنا عندي ركاب آخرين أخدم فيهم، يعني ما في إلا أنت. قال ها أنت بلسانك قلت على كيفه. قال له المهم يا أخوي. فقال اسمع، جيب 4 شاي وخلاص. والله يا جماعة الخير ما أنسى القصة هذه، إنه كيف استطاع، ولكنه طبعا هو سوى حيلة أنا أعتبرها يعني مرفوضة، والشاي أصلا فيه أضرار كثيرة إذا أكثرنا منه. وصلوا على الحبيب، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. شكرا.